حلوين، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، خلاص فاضل ايام قليلة جدا جدا على رمضان. حبيت اعمل معاكم فكرة كمان هاند ميد، ناخد افكار وازاي ان احنا نستخدم حاجات، خامات بسيطة، امكانيات بسيطة، بس نطلع نتيجة حلوة وفينش حلو وشكل مظبوط. بصوا، احنا هنعمل مع بعض النهاردة الصينية دي، و الحرف بتاعها كده ذهبي. طبعا الصينية دي نقدر نستخدمها لمكسرات، مثلا نحط في الأربع جوانب، ممكن نقدم طبعا مشروبات. بصوا، ليها استخدامات وأفكار كتير قوي. لو أول مرة بتشوفوا القناة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تعالوا أوريكم عملناها ازاي. ايه، عشان بقى نعمل الصينية دي عايزة اوريكم كده هنستخدم ايه. بصوا، اول حاجة دي صواني بتتباع في المكتبات وعند البيجات بتاعت الديكوباج. دي زي اللي احنا عملناها للقهوة العربي. طبعا الفيديو نزل، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت عشان اللي مشافوش. فهما 3 صواني، وكانوا تقريبا في حدود 125 او 135، يعني ماكسيموم ممكن تلاقوهم في اماكن لغاية 150. طبعا في اشكال مربعة وفي اشكال مدورة وكده. وعندهم هما كمان هتلاقوا النابكنز بتاعت اشكال رمضان، فانا جبت ده. وطبعا اهم حاجة بس عشان نشتغل ديكوباج ان احنا يكون عندنا مادة اللزق او غير ابيض زي ما انتوا عايزين، وورنيش شفاف. عايزة اصوره لكم، ويكون ورنيش مائي مش حاجة تانية. وطبعا هنحتاج الوان اكريليك لو احنا عايزين نلون الطروف، عشان ندي القاعدة يعني بتاعتها برضو لون، عشان المنديل لما يتحط يكون فيه تحته لون فاتح، فبيخلي المنديل يظهر اكتر. نحتاج بقى طبعا اشكال فرش، والسفنج ده بيبقى حلو قوي في الدمج في الاخر، هوريكم طبعا ازاي. وممكن ان احنا نستخدم رول صغير كده علشان الاول نبدأ نلون. انا طبعا هنا حسيت ان النابكنز لايق على المقاس اللي في النص، يعني هوريكم برضو ازاي. وبعدين كنت لسه بقى بتناقش انا واختي كده ان احنا نعمله يعني كل الصينية تكون خيامية ولا ناخد الدايرة دي بس. فالاول هبدأ اسسها وبعدين هنشوف بقى هعمل الديزاين ازاي بالظبط. اهم حاجة لو الصينية بتاعتكم دي مش متصنفرة كويس، يستحسن انتوا تصنفروها. وقبل ما نشتغل فيها يستحسن برضو ان احنا نمسحها بمنديل، علشان لو في تراب، في يعني عفر صغير كده من الخشب، فما يبهدلش الالوان عندي وما تطلعش ناعمة. يعني بصوا، ده مقاس 32 سنتيمتر لو انتوا هتشتروها حتى فرداني يعني. تمام، انا هبدأ الاول هأسسها بلون اكريليك ابيض، بحيث ان انا لما احط المنديل ويتبل يبقى في خلفية لونها فاتح. فهحط بس شوية كده من اللون. انا كمان مش مهم عندي ان يكون يعني التغطية 100% بيرفكت، لان انا هغطي بالمنديل، بس انا عايزة ادي لون فاتح عشان يسهل. ممكن برول زي دي، ممكن بفرشة، ممكن بسفنجة من دي، براحتكو خالص. بس هديها بقى وشين ابيض وهرجع كده اوريكو شكلها ايه. ايه، عايزه اوريكم ده كده شكل الصينيه بعد ما خلصت بقى. اديتها بس طبقه خفيفه خالص من الوان اكريليك ابيض، وجبت بقى هنا اللزق ده بيتباع في عند اي حد يعني بيبيع حاجه ديكوباج، هما بيجيبوه كتير وبيقسموه، ولو مش لاقينه ممكن غيره ابيض، ولو مش غيره ابيض ممكن تلزقه بالورنيش البيور الشفاف ده. اوكي، وبستخدم فرشه تكون عريضه وناعمه، يعني شايفين هي ناعمة جدا عشان ما تجرحش المناديل او تقطعها معايا. وعندي المنديل النابكنز بتاعتي اهو. اول حاجة نتأكد بس ان المقاس
كل الاتجاهات هتبقى متغطية، وطبعا لو في الجنب هيبقى في فراغات انا هعرف ادويها وهوريكم هنظبطها ازاي. عشان ابدأ انا باخد الفرشة حاجة بسيطة خالص من اللز، ما يكونش عليها كتير، وهبدأ من النص كده وانا خارجة. طبعا بنتحرك بمنتهى يعني الحرص وبالراحة، لان ده مادة خفيفة. ممكن لو انا حاسة ان المنديل هيكون تقيل شوية اعمل على الصينية. طبعا ده عشان مش نابكن خفيف واحنا عاملينه، يعني ده تقيل شوية، فهحط طبقة بس بسيطة خالص. اخف حاجة ممكن تتحط هنا عشان تمسكهولي وانا بشتغل. اتأكد بس نفردها كويس خالص عشان برضو ما يبقاش كتير يقطع معايا المنديل. هرجع بقى اظبط كده مقاسات المنديل قبل ما اضغط لتحت. تمام، هبدأ بقى ناخد شوية صغيرين واضغط كده، هتلاقوا بقى ما عادش بيتحرك. ببدأ من جوه واسحب لبره علشان لو في هوا تحتها يطلع. طبعا المرحلة دي بتاخد بس شوية وقت، بس لو عملتوها بالراحة بتاخدوا نتيجة حلوة جدا. ممكن نحاول كده ايه ندي الشكل الكيرف بتاعها. ما تخلوش الفرشة مليانة قوي، ولا في نفس الوقت تكون يعني مش مبلولة قوي باللزق، ولا تكون ناشفة عشان ما تقطعش المنديل. ولو لقيت حتة كده ممكن احاول افرد. بالراحة بس هحاول بقى اكملها كده علشان بس محتاجاها تقرب مني، وهوريكم بقى في الاخر كده شكلها بعد ما الزقها. ايه كده، ده شكلها بعد ما لزقتها. إيه هسيبها تنشف. بصوا لو تلاحظوا هي يعني اتقطعت هنا مني، فعشان كده كنت بقول لكم تحطوا لون بيز، فالابيض مع الابيض والاحمر وكده فمكمل مع بعض. طبعا ممكن نعمل لها بقى يعني اكسسوارات وحاجات نقدر نغير بيها بعد كده، او نصلح بيها اي ديفوهات، او ناخد حتة من اللي هيبقى زايد ونحطها. فالمواضيع دي كلها سهلة. دلوقتي اهم حاجة في المرحلة دي ان انا هسيبها تنشف جدا. يعني ممكن اسيبها كده يوم او 12 ساعة على حسب الجو عندكم، وبعدين ممكن اعمل طبقة تانية من الغيرة لو حسيت ان في حتت مش لازقة كويس، وبرضو هسيبها تنشف خالص وهنعمل الورنيش. فانا بس هسيبها دلوقتي تنشف وهتأكد بعد كده ان مفيش حتة فكة، وهوريكم بعد كده بقى هنقص الزيادات دي ازاي. الزيادات دي انا مش هشيلها دلوقتي خالص، انا هستنى لما تنشف تماما وبعدين هنشيل الزيادات ونفنش وبعدين نحط الورنيش. هاجي هنا بعد ما نشفت هتلاقوا انها خلاص بقى شكلها كده، بس باقي الحروف دي بس ما نشفتش قوي. عندي طريقتين للقص، بس طبعا انا هوريكم اسهل طريقة. ان احنا هنيجي كده بمقص صغير وهنمشي نشيل الحروف، والطريقة دي بتحافظ على اللي باقي لو انتوا عايزين تستخدموه في حاجة تانية. يعني ممكن الزاوية اللي هتطلع دي يعني ممكن الزاوية دي انا استخدمها في ديكوباج تاني. انا بحاول اقص على الحرف، شايفين؟ وطبعا هاجي بقى بالغيرة وهبدأ افنش كل الجناب دي. يكون ده شكل الصينية بتاعتي او شكل الطبق. عايزة اقولها لكم بقت تعتبر كاملة وجاهزة.
طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ الخطوة اللي بعد كده، الخطوة اللي بعد كده ان انا هجيب الغراء، وعايزين شايفين كل الحروف دي هبدأ انيمها بالغراء بالشكل ده، هنيمها كل اي حرف الاقيه فاكك كده اهو زي ده، هفضل اعمله بالغراء الاول. وهنا انا هحدد بعد كده انا عايزة اعمل الطروف، مثلا هلونها ابيض، هلونها جولد، هلونها احمر اصفر، زي ما احنا حابين اي الوان من جواها، او ان انا ممكن اخد البواقي اللي طلعت دي، القطع اللي طلعت بقى ممكن ان انا افضل احاول اخد منهم اجزاء يعني، وامشي بقى كده واقص وامشي لو انا عايزه اكملها، ممكن لو انا عايزه اركب لها شريط دانتيل او شريط اللي هو البومبس بتاعت رمضان. اوكي يعني بصوا كل حاجة بقى تقدروا تعملوها دلوقتي، انا بس دلوقتي هحاول الزق الطروف دي علشان يكون الفينش نظيف في اي حال احنا هنعمله بعد كده. ده كده بعد ما نشفت وقصيت واديت بس طبقة واحدة هنا ذهبي، انا مستخدمة الاكريليك ده، فهدي كمان طبقة علشان بس يكون اللون قوي، وبعدين هسيبها تنشف بقى الاكريليك خالص ونبدأ نورنشها علشان طبعا تبقى طبقة حماية وتديها لمعة وتديها شكل حلو. فهدي بس طبقة تانية كده هنا، انا حبيت بس اوريكم الخطوات خطوة خطوة، وبنطلع شوية عن منديل لو في حتت كده بحيث ان احنا نداري اللون. طبعا هنا بقى هبدأ اعمل طبقة الورنيش بعد ما نشفت خالص، وشايفين الحرف بقى ذهبي فبقت شكلها حلو قوي. انا بستخدم ورنيش مائي، ورنيش اكريليك مائي لامع، و اهم حاجة بس انه يكون مائي. مجرد بس باخد كمية على الفرشة وببدأ كل مكان في الصينية اوزع عليه، علشان ده هيكون طبقة الحماية لو انا حطيت فيها عصير مثلا ونقطة وقعت او حاجة، فبيحمي ان المنديل ده ما يبص او يبوش او يجراله اي حاجة. طبعا الورنيش انا هدي 3 طبقات من الورنيش في اتجاه واحد برضو وبمشي كده، ده طبقة الحماية بتاعتي. اي شغل ديكوباج لازم تحموه كده، حتى لو عاملين كوسترات عاملين اي حاجة. شايفين حتى الحرف بحاول اطلع عليه واسحب الزيادة كده. دلوقتي هتحسوا ان هو ابيض، بس اما هينشف هيكون شفاف وهيكون بينمى. هعملها بقى 3 طبقات وهوريكم الشكل في الاخر. عايزة اوريكم بقى شكلها بعد الورنيش وبعد كل حاجة، بصوا الجمال، اعتقد كده شكلها باين قوي وقد ايه ان هي فخمة وهاند ميد والحرف ذهبي. بصوا شكلها حلو جدا. اقدر بقى في دي اعمل ايه؟ اقدر ان هي مثلا متقسمة عندي 4 اجزاء، اعملها 4 اشكال مكسرات، ممكن اقدم عليها كوبايات كده. طبعا انا اديتها 3 طبقات من الورنيش عشان يكون برضو احتياطي امان جدا لو وقع عليها حاجة. الصواني ديكوباج ما بتتغسلش، يعني لو وقع حاجة بس مجرد بمنديل نحاول نمسحها على طول، لو لا قدر الله وقعت منديل مبلول مية قليل جدا ونحاول نمسحه. اعتقد يعني بصوا جمالها باين. ودي كنت بديها طبقة ورنيش، دي بتاعت الكوبايات القهوة العربي، عملناها مع بعض ونزلت على القناة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. استنوا افكار كتير جدا لرمضان حلوة، كلها هاند ميد ورخيصة، وطبعا لسه هنزوق البيت ونعمل تجديدات كده في المطبخ، فاستنوا فيديوهات كتير. لو حد عنده اي كومنت عن الديكوباج او الخامات او المواد او اي حاجة من دي اكتبوا في الكومنتات، وانا دايما بقرا الكومنتات وبرد عليكم. اشوفكم على خير، باي باي.